امبارح ورغم الفرص اللي سنحت لكل المتسابقين إلا أنه ما حدا قدر يوصل للسؤال رقم 20 إلا اثنين. إيهاب من الأردن وشوقي من البحرين تقاسموا الجائزة الكبرى وربح كل واحد حوالي 22 ألف ريال سعودي، وهلأ بالجيبة عندي 120 ألف ريال جداد بدنا نوزع عليكم. أنتوا إذا شرط بعدتوا كلمة فوز على الأرقام اللي هلأ طلعت على الشاشة، وكمان رح يكون عندكم فرص ربح 5000 ريال من أسئلة الحلم اللي ممكن تفاجئنا بأي وقت من الحلقة. وكمان صار عندكم فرصة إضافية للربح، وهي أنه كل شخص جاوب صح على سؤال واحد صغنطوت معي بالاستوديو أو عبر التطبيق أو عبر الاسماس راح يدخل بسحب خاص بحلقات أيام العيد بقيمة 100,000 ريال سعودي. خلينا نهني مريم عبد الرشيد عبد العزيز من البحرين، ربحت بسحب حلقة مبارح 5,000 ريال. ليش؟ بعتت كلمة فوز. أحمد ثائر عنتر من الإمارات ربح 5,000 ريال. ليش؟ نزل التطبيق تطبيق البرنامج جاوب على 20 سؤال صح وربح 5,000، وربح كمان جهاز من عودي على مودي، وفي كمان ميسر عبد العظيم محمد من مصر ومحمود عبد المنعم المحمود من السعودية ربحوا جهازي عودي على مودي، تقنية التبخير الذكية والفريدة من نوعه. أنا اليوم كنت رايح هيك بمول الإمارات لقيت ناس حاطين عودي على مودي. بس لو تخففوا لنا الموسيقى قبل ما نرحب بالمشاركين، أنا حابب حقيقة هني نفسنا وهني رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC شيخ وليد بن إبراهيم البراهيم اللي نال حقيقة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين، وهذا تتويج لنا وتتويج لجهود الشيخ وليد فارس الإعلام العربي. بنقول له لأبو خالد 1,000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 ,
12 مشترك بتنافسوا يوميا على 20 سؤال ليربحوا الجائزة الكبرى بقيمة 50,000 ريال سعودي. كل إجابة صحيحة بياخذوا 250 ريال ما بيخسروها أبدا، وكل مين بيجاوب صح على السؤال رقم 20 رح يتقاسم الجائزة الكبرى ويضيف عليها المبلغ اللي جمعه من الأسئلة. أما إذا جاوب أي مشترك خطأ على أي سؤال فبيتم تجميد دوره، بس ما بيترك اللعبة، لأنه لما بيجاوب كل المشتركين على سؤال واحد خطأ وقتها بندخل مرحلة بلاك أوت أو الانقطاع اللي بترجع كل مشاركة لكل المتنافسين من جديد، بس الجائزة النهائية رح تنقسم بالنص. أما سؤال الحلم فبيعطي فرصة لأي شخص أرسل رسالة فيها كلمة فوز ليربح جائزة بقيمة 5,000 وبضيف على رصيد الجائزة الكبرى. مبارح بلشنا البرنامج وقلت رح يخلص، قرب شهر رمضان الكريم انه يخلص. خلينا نتعرف اليوم على مشتركي هالحلقة. يا اهلا يا اهلا، خليل من سوريا، حسين من السعودية، مشاعر من السودان،